ازيك يا عم منير؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ نشكر الله يا باشا، الناس كلها بتشكر فيك يا عم منير. الله يخليك يا باشا، ده اخلاقك عاليه وراجل فقير بس راجل يعني كرامتك و... الله يخليك ليك شخصيتك في البلد. الله يخليك يا باشا، الله يدومك. انت متجوز بقالك كام سنه يا عم منير؟ انا متجوز دياتي تنجيزه بقالي 19 سنه. 19 سنه وهي معاك؟ معايا. جبت من جبت اولادها دي بقى؟ جبت اولاد، يعني هي يمكن كان ليها ما كملتش بتاع شهرين متجوزه وحملت بقى اول واد. يعني عنده 18 سنه الكبير، يعني في شهر 7 يكمل 18 سنة. 18 سنة اللي هي اللي ماتت دي. اللي ماتت دي، ايوه ماتت دي. اللي هي ماتت، ما هي معاها ولدين بس. معاها ولدين. وبعدين لما اخذ معهاش حاجة غير الولدين، لان بنات ملهاش، يعني كاني بكنها خالي في البيت. لما اخذ عندك كم سنة يا عمي؟ انا كده عندي ماشي في 64 يا باشا. 64 سنة. يعني فاضل لي تقريبا اكمل يوم 22 سنة 51 1051 اكمل 64 سنة بالظبط. وريني ايدك يا عم منير. اتفضل. لا بسم الله ما شاء الله. نشكر الله. لا صح. نشكر. انت كنت كويس قوي يا باشا. ده كنت بس كويس زي الفل اهو. الحمد لله. لا صحتك الحمد لله. نشكر الله. يعني انت 64 وهي لسه في الاربعينات. وهي لا 50 هي يا باشا. ما كملتش 50 لسه في الاربعينات؟ لا ما هو حسابها بتاع الصحة قال 50. لا سيبك من اللي في الصحة، اللي في الصحة ده بيحسبوا حسابات، لكن هي لسه 40. يعني الفرق بينك وبينها 25 سنة مثلا. بالظبط يا باشا. صح كده؟ بالظبط. يعني يا عم منير. اتفضل. الناس كلها زي ما بقول لك بيشكروا فيك وان انت ما بتطلعش البقع من العيبه من بقك، لكن لما قعدت مع محمود قال لي حاجه غريبه انا مش مصدقها. من خلال لما سالت عليك وقعدت معاك انا مش مصدق محمود بيقول انت كنت دايما بتشتم ودايما بتهتر ودايما يا ناري حارق دمه، ولما كان يكون لوحديه بتيجي تاخد منه السجاير وتشتم، واول ما تلاقيها مع ابوه ما تقدرش تكلم. ان كان حصل مني الكلام ده يا باشا انا مش مصدق. انا عايز اسالك تقول لي، لا مؤاخذه مع احترام سيادتك، انا في القضيه دي لمؤاخذه انا حطيت اجراري قدام سعاده الباشا هنا. قال لي جارك وما جاركش، قلت دول هم انا، يعني لو في الاختلافات دي اجي قدام الباشا هنا واقول له دول هم انا. ده جيرانك يعني انتوا عيله واحده؟ يعني انا قلت له يا باشا ده لما يسد مكان انا. اه سيادته. تمام سيادته. اه سيادته. تمام. ما قدامي اهو، ان كنت كذاب يقول لي كذاب. تمام يا عم. ولمؤاخذه يا بيا، انا لو قطعت لساني ده على كلمه كذب ما انطقهاش، انا راجل شايب من ناحيه وعيب في حق من ناحيه. الله ينور عليك. لما انطق كلمه مش موجوده ابقى انا راجل هزل قدام سيادتك. تمام. واخد بس راجل محترم. فانا مستعد يا باشا ان تصورونا وتذيعوها على جميع الاذاعات وواجهه هو واجه اواجهه هو واجهه اواجهه هو واجهه هو 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 واجه. لا لا عشان بس ما اصل اصل ممكن يكذبك. طب دقيقه يا باشا. يكذبني هو؟ طب الفقاني ده ان كذبني هو الفقاني ده مش عالم بقلبي؟ عالم. بس مراتك لما هي ما بيخرجش منها العيب وان هي ملهاش في اي حاجه بتيجي وراها بالمحش ليه؟ يكونش عمل حاجه غلط؟ ما حصلش انا ما كنتش ساعه الحادثه، بس هي اللي اسجو ما تعملش ريحه الغلط ولا بتحشتيني. بس بتيجي بتقول لك شتمتني وبهدلتني خالص وجرت ورايا بالمحش. سيادتك اعمل تحريات في البلد كلها. ان واحد قال لك غير الكلام اللي مقولوه لك اعتبر ان انا كل كلامي ده باطل معاك. طب انا عايز اقول لك الحاجه. اتفضل. انا رحت عندك البيت وانت كالعاده تعبان وعندك ربو والكلام ده كله وراجد. صح الكلام ده؟ ومراتك موجوده. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي يخليها المحاش اللي ماتت بيها ده المحاش بتاعك انت؟ ايوه. ايه اللي يخليها تجري ورا الواد ده بالمحاش؟ لا ما جريتش، هوريك انا المحاش ده ماسكاها ازاي يا باشا. ازاي احنا لما راحت هي وابنها الغيط. ايوه. لا ما كانش في ما حدش كان معاها. ما هي ساعه كده ما كانش معانا. جاي لك في الاول. هات من الاول. يبقى راحت هي الغيط. ايوه. نجت هي شويه حشيش من القمح. والواد حش شويه ربيع اللي هي من الربيع. تمام. ان كان المحش طبعا لما نحطه فوق كده الفلقه. اذا كان هي ماسكاه فيتها مثلا بعد ما حشت شويه الحشيش من القمح اللي بقى مرمتهم. واخد بس سيادتك ومسكاه فيتها جاي سوى جاي. طبعا انا سامع ان ما يقول هو ما تجيش عند النقطه المهمه وتلف. المحش فوق اهو. المحش فوق، ما عرفوش فوق ولا فيتها. ما انا ما كنتش قال اللي يحصل يخلي الست دي المحترمه تيجي وراه بالمحش وهي لوحديها. ما يحصلش، ما استقعدش في الكلام ده. ما استقعدش. ما انا ما كنتش علشان احكي لك. هي خدت سرها معاها وانا ما كنت سيادتك. طب يعني تفسيرك انت راجل كبير في السن، فسر لي انت بعقلك ده ايه اللي يخلي. بلاش من كده بقى لها هي الله يرحمها. ايه اللي يخلي محمود يمسك المحش بتاعك ويجي خبط اولا يخنقها يموتها. وبعد ما موتها مسك المحش شرحها وبعد كده شالها ورماها في النيل. دقيقه يا باشا. هقول لك برضو.
انا الكلام قدام الفم بتاع محمود وابو محمود والبيت كله خلاني حطيت التقرير هنا قدام النيابه وقدام رئيس المباحث. سيادتك يا باشا اسمح لي ان دول هم انا في الغيط واصبح هم اللي فعلوا الجريمه، يبقى انا مديني الحنك انما القلب دمسه بينهم ما بينهم. ما اعرفش علشان الزرعه اسيبها لصاحبها وهم ياخدوها بعديه بالايجار، يعلم بهم ربنا. تمام. يعني هم ضميرهم مش صافي ليا حنك بس. اتفضل يا باشا. حاضر يا بيه. اسب الشاي بس عشان ايه؟ اسب الشاي. ماشي ماشي. اسب عشان تاخد بس. ماشي يا باشا. بعد اذنكم. استريح استريح. عايز السكر؟ لا ده ما اقدرش اشربه يا باشا. طيب تقيل عليك. نعم. عشان صحتك. طيب. انا شوف شوف كتير. اتفضل يا بيه. ده يعني محمود راح عشان عايز يجلم، ما هو معوش فلوس، ابوه ما بيديلوش فلوس غير 5 جنيه وهو قال لك بفرح بشويه الجريد اللي بقطعهم واروح ابيعهم. هو راح لك البيت ونادم عليك يا عم منير يا عم منير، انت كنت راجد عيال ما سمعتش الكلام ده. ما حصلش ولا راح ابدا. ما راح يبقى موت اهو. ما راحش ابدا. هو سالها قبل ما يموت اللي سامعينه من الناس ده ما تحكيش عليه. ما سمعتش هو بينادي؟ لا ما سمعتش. ما سمعتش ابدا. انت ما سمعتش هما بيتخانقوا مع بعض وبيتقلبوا وهي وهو فوق وهي تحت يا راجل عيان يا بيه في البيت وبين البيت بتاع ما بين الزرعه واخد لبالك سيادتك زي كده واخر شارع البندر مشرق. اه فما سمعتش حاجه. ايش وران انا؟ انا اخر ناس دريت انا يعني كانوا خلاص جربوا يشيلوها وكان كل حاجه مش داريان بيها خالص يا عم. في لا يا بيه مش ما اقول لك مش كل حاجه داريان بيها، هو اليوم ده بس و... لما اخذ مع احترام سيادتك ان انا تعبان و... وعلى مدريد ودريت اخر ناس يعني زي ما انت عارف الخبر اللي زي كده اخر من يعلم. اه انت رحت لقيت الدنيا تعيين ده واحده بالذات وتعيين مطرح ما طلعها من الطرعه الحكومه مكسومه نصيان يعني. عندنا الفلاحين الصبح كله بيطلع على الغطاه، معقول واحده تتخانق ورا واحد تتخانق وتجري ورا بالمحاش ويقلبوا بعض ويتخانقوا ويتزعق ويخبطها بالمحشي يموتها ويشيلها ويرميها في النيل، كله ده ما حدش شافه. هو الكلام ده بالذات اللي انا عايز اواجههم فيه. أوه. ايه اللي حصل بيني ما بينكم وعملتوا كده ليا؟ ايوه عايز تواجه مين؟ محمود؟ ابو محمود ومحمود. وانت ابو محمود اللي دخلوا في الموضوع؟ نعم. ابو محمود دريان بحاجه؟ معلش يا باشا ما هو هو اللي ماسك الدفه. اه انت عايز تقول ان ان ابوه هو اللي قال له روح اقتل؟ لا ما اقدرش احكم بكده. ما انت متكلم بكلامك بيوديني للحته دي. يعني علشان يبقى الاثنين قبل بعض قدامي واقول لهم على المواجهه ان انا حصل مني حاجه. طب انا قعدتك هنا بالعافيه يا عم منير؟ لا انا ضغطت عليك في التصوير ابدا. انا قلت لك قول حاجه رغبتي انا وقلت انا صح كده. اه انا اللي قلت صوروها وعايزها تنزل على جميع القنوات زي اي جثه. عايزني اشيل اي كلام من كلامك؟ لا اشيل اي حاجه من عندي؟ لا. طيب تمام ماشي. المواجهه انا مش عايزها ليه؟ انا خايف الواد يقول كلام يزعلك وانت راجل كبير وصاحب مرض. عارف يا باشا يعلم ربنا لو جه قدامكم كولح فيه عود كبريت ما تطفيش روحي، مش يتقلم كلام. اه انت راجل محترم. نولح فيه عود كبريت كده ما تطفيش نفسي. الله. شوف مراتك كانت طيبه كده؟ يعلم بها ربنا يا بيه، هي خلت سرها معاه والله مرتي متدينه عني. الله. شوف وهو يعلم بكلام ربنا. بس انا فهمت العمليه. اه طيبه مراتك واخلاقها هي اللي شجعت الواد يعمل كده. ازاي؟ لما لقاها طيبة وكل حاجة حاضر ونعم وستة أميرة طمع فيها. لا مفيش معاملة كده يا بيه لما تقولها انت اللي بتقول الكلام. لا مفيش. هي طيبة بس معاملة لا وبتاع. عارف لما اخذ حتى الزرعة الزرعة لما اخذ احنا لنا طريق نمشي فيها وهو ليه طريق يمشي فيها. وفي الزرعة يعني احنا كل واحد مستقل عن التاني من واحنا لينا حوض في الطرعة نسقي منه وهو ليه حوض في جبل زرعته في الطرعة نسقي منه. طب ايه اللي دخل الاختلاط ده؟ ايه اللي عمل الاختلاط ده؟ مفيش اي حاجة. هو معرفش ايه النظام يا رب. تجي للنقطة دي وتلف وترتبك. ان كنت ملف يا باشا من ربنا اما اقول لك ان كنت ملف ولا اما اكدب عليك في كلمة انا محطوطة في رقبة المشنق ولو محطوطة في رقبة المشنق اقول لك على اللي حصل. والله يا باشا لو واحد ده حط في صدرك 36 طلقة وافرخهم فيا كلهم. انت تتحمل طلقة انت صاحب مرض. معنى الكلمة ما مش معنى. خلينا في المعقول يعني اصله رب ده هيدين عليها ربنا بكره الكلام اللي ما كلموه لك. ما اقدرش. هات لي سبب يخلي محمود يقتل مراتك. هات لي سبب. ده الحتة الوحيدة اللي انا ما وصلت لهاش. لا احنا في اخذ وعطا مثلا ياما تروح بيتهم ولا لما تيجي بيتهم انت بتروح للزرع وتشاور له. ابدا. هو بيقول كده. ده لما اقول لك سيادتك لنا طريق من فوق. ما انت فاكر انت فاكر يعني انت فاكر يا عم منير مش عايز تزعل مني انت حبيبي. لا عمري يا باشا ما تزعل مني. انت فاكر يعني واحده
هتخلي جوزها قاعد معاها وتيجي تروح لمحمود تشاور له ويشاور له وهو قاعد، ماشي طبيعي في لحظة وانت عيان ولا انت راجد ولا ولا؟ برضو ما استقعدش في مرتي تعمل كده أبدا، لأن ما ثبتش عليها حاجة قبل كده. لا أنا طبعا الله يرحمها دي بدر حق، أنا مش لا سمح الله زوجتك كل التحريات واللي قاله أحمد بيه رئيس المباحث وحاتم بيه معاون المباحث بيشهد بزوجتك شهادة غير عادية. الحمد لله. لا دي شهادة حق. أنا بتكلم على الكلام اللي هو أنا باخد لسان محمود بتكلم بيه، يعني انا طبعا مش بشوه واحده مات رحمه الله عليها، هو بيقول الكلام، هو عايز يبرئ نفسه، هو بيقول الغاها تلقاني لوحدي تيجي لي الغيط تقعد لي على الحد تشاور لي. هو سيادتك لازم يقول كده عشان لها البيت ما انادم عليك مش موجوده تطلع لي اطلع لها. هو يا باشا يقول كده عشان يبرئ نفسه، مش لاقي مبرر لما عمل حاجه لبسها الجريمه من غير اي فعل ليا ولا لمراتي. المبرر اللي يخليه مش لاقي مبرر. نعم ازاي ما سمحتش؟ قول لي المبرر اللي يخلي محمود يقتل مراتك ما دام ما فيش لا خلافات وده لا حد وده لا حد وده لا مسجه وده لا مسجه. طب سيادتك انا لو عارف المبرر انا قلت لك، بس ممكن يكونوا مثلا عايزين نسيب الزرعه. عايزين ايه؟ عايزين انا اسيب الزرعه. سيب الزرعه ليه؟ ولو زرعه متاجرها مش ملكي. متاجرها منهم هم؟ لا متاجرها من ناس تاني. وعايزين يسيبوا، خليك تسيبوها ليه؟ جاز طمعانين يزرعوا هم مثلا مع ده العيب يعني مش. طب صح صح ممكن. لا لا صح ممكن، صح ممكن يكون ده فعلا هما تفكيرهم كده، عايزين يطلعوك انت عشان هما ياخدوا الارض ياجروها. عارف عادل لو قالوا كده قدامي بالوجوه في الطريق عدله لو ملكي، عالم ربنا وشاهد يا بيه، لو ملكي لماخذه وما لقيتش حد يشتريها سيبها لهم. الله انت راجل محترم. بدون مقابل وامنع نفسي عن المشاكل. بدل ما كان يقتلوها هم هي كان قتلوك ما انا قلت. طب دي يبقى انت بالنسبه غير كده، بدل ما نشد على حرمه كان ضربنا انا بالظبط كده، وكان ليه يبقى ليه كرامه وشرف. أي. لكن دي حرمه ضربوها او لا مؤاخذه يعني اسمح لي. مين اللي ضربوها؟ مش ضربوها، ضربها هو. لا انت قلت ضربوها. لا وقبل كده قلت لي ابوه. لا معلش ابوه. لا 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 كل كلمه لها معنى. اتفضل يا باشا. انت راجل كبير لما بقول لك كلمه كلمه موزون. انت في الاول قلت هات ابوه ونساله، معنى كده انت حاطط ابوه. دلوقتي بقول لك ضربوها. مين اللي ضربوها؟ مش حاطط ابوه يعني علشان ما فيش لا اختلافات لا بيني ولا بين ابوه. مين اللي ضربوها؟ واحد اللي هو محمود. محمود يبقى ضربها ولا ضربوها؟ ضربوه، ضربها، ضربها يا باشا. لا انت عايز تقول حاجه مخيبه. لا والله انت في دماغك الطار. والله لا والله العظيم لا يمكن يا باشا. مين اللي ضربوها؟ مين اللي ضربوها؟ طب ويا حياه ربنا يا بيه هو اللي ضربها. يبقى هو ضربوها. هو ضربها مش لا ضربها. ما تنفعش ضربوها؟ لا ما انت اللي قلت ولا انا اللي قلت؟ انا اللي قلت بس غلطت فيها. لا ما تبقاش تغلط تاني عشان كل كلمه لها معنى. حاضر يا ايوه الضحك دي حلو. حاضر. يبقى هو ضربوها. هو ضربها. ضربها. ايوه ضربها. ليه؟ ما عارفش يا باشا. ما فيش اي. تعبتني يا عم منير. ما انا قلت لك يا باشا. انا قلت لك يا باشا ما عارفش. ممكن تكون انت عارف انا ما حاجات ما اعرفهاش. انا لو عارف يا باشا كنت اديت الناس دي الطريق. ما كنت ده كنت اديت الناس دي الطريق. طيب. محمود ما كانوا تايهين يعني سبحان من جمال. صحة مراتك. صحة مراتك كويسة. انا شفت صورها. كويسة. وهو محمود سفيف كده صغير. ايوه. يعني تهيجلي كانت ممكن هي اللي تضرب ومش هو اللي يضرب. والله يا بيه مهما كان المرأة عرشها مش زي الراجل. الراجل عصب عن المرأة. مهما كان. طب انا اقول لك حاجه. انا متضايق من عم منير. اتفضل. وزي بعض عمون انا خنكتك. معلش. خنكتك. معلش. وموتك. معلش. انت راجل مسامح يعني. ايه اللي يخليني بعد ما اخنقك واموتك امسك المحش واشرحك في وشك واشرحك في جسمك وبعد كده اشيلك؟ طب اشيلك وارميك في النيل منطقيه عشان الميه تاخدها وتسرح بعيد وما نوصلهاش. لكن ايه الحكمه بعد ما اخنقها واموتها اجيب المحش واقعد اشرح فيها؟ معرفش. لا تعمل ليش معرفش بيه. اشرح لي بس. واضح ان كان فيه كره جامد جدا. يعني ان كان جرح زي ما كلمت سيادتك في القلب، انما الشفايف بتاعتهم ده اي حاجه اي خدمه كمان البهايم يغلبها ومفوتينها من السكه الحديد.